أخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن أخذ موعد على وزارة التجارة والصناعة، أو بين قوسين عن النافذة الواحدة. فهناك مثلا بعض الإجراءات كإعادة تفعيل رخصة أو تجديد سجل محجوز، في أشياء كثيرة يجب أن تسوى يدويا، أي أن الطلب يقدم يدويا والمعاملة تقدم يدويا وتتم كل معاملة يدويا. ولهذا يجب أولا قبل كل شيء أخذ موعد على النافذة الواحدة. فكل ما علينا أن نفعله الدخول إلى موقع النافذة الواحدة الموجود رابط على الفيديو، أو الدخول على موقع الـ MOCI اللي هو موقع وزارة التجارة والصناعة. الاثنين نختار إحجاز موعد، عند ذلك سيعطيك الدخول على التوثيق الوطني، ندخل كفرد. بعد ذلك عند الدخول هناك شيء اسمه إحجز موعد، عند الضغط على هذه الخدمة على وزارة التجارة نجد هنا نوع الخدمة أو اسم الخدمة. كما ترون هناك حجز اسم، في حالة أنك تريد أن تقدم عن سجل جديد وتحتاج موافقة قبلية يمكن حجز اسم تجاري قبل كل شيء. تجديد وضع الشركة تحت تصفية، مثلا تصديق الشهادات، كما ترون إصدار سجل أو رخصة استثمار أجنبي بالنسبة للشركات الأجنبية أو 100% غير قطرية. كذلك لو في شيء تبع الهيئة العامة للضرائب كختم الضرائب، الهيئة العامة للسياحة، غرفة قطر، وزارة الخارجية، إصدار السجل التجاري الخليجي، إصدار رخصة تجارية للتراخيص. تعديل عن سجل رخصة تجارية، إلغاء سجل تجاري. بالنسبة للسجلات التي تمر عليها 90 يوم من غير تجديد، كذلك وزارة العمل أو خدمات الدفع، شيء تاني تريد أن تدفعه مثلا بالنسبة حسب الخدمة المختارة أو المعرض. فمثلا لو في مشكل على السجل أو رخصة نعمل تعديل أو تعديل سجل ورخصة. وهنا نأخذ التاريخ، مثلا اليوم 3 في الشهر، نأخذ 4 في الشهر وبحث. عند البحث يعطينا المواعيد المتبقية في ذلك اليوم، فكل ما علينا أخذ الموعد، وهنا نكتب سبب الموعد، مثلا هنا تعديل سجل ورخصة، أو سأخذ مثلا هنا سأكتب إعادة تفعيل سجل ملغى بعد 90 يوم، وعند ذلك نرسل إرسال. عند الإرسال ستصلك رسالة على تليفونك، وعند الذهاب إلى النافذة الواحدة أو وزارة التجارة والصناعة هناك بالنافذة الواحدة سيطلب منك رسالة، لأنه من خلال الرسالة يمكنك الدخول إلى مقر الخدمات هناك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.